اهلا بيكم يا اصدقاء المثقفين. النهارده يوم مش عادي، جايب لكم حاجه نادره بس تاثيرها قوي، ما بتشوفهوش لكن بتحس بيه، هيطيرك من الفرحه وهيشيلك من زعل برضه. معانا ومعاكو الجمله. هي فين الجامده دي يا دكتور؟ اقول لك وما تزعلش. لا 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 معلش، ما يعرفكش. هو انا جاي اتهزق هنا ولا ايه؟ عم بودي تعبان يا كابتن، تعبان. حدي اعضائك دي شويه، ما تفتحناش. خلاص خلاص، انا مقدر ان هو بائس ووحيد اصلا. انت عارف ايه اللي مصبرني؟ ان صديقك ده وحيد وبائس زيي. يستاهل صح؟ صراحه اه. شوف شغلك. اهلا يا صديقي، عامل ايه؟ ايه يا عم، باسبوع ما تسالش عليا كده، عيب والله. بس يا عم انا مقدر، الدنيا تلاهي برضه، مثلا انت عارف مكانك، كل ما تيجي هتقعد في نفس المكان ده. اهلا بيكم يا مثقفين، انا احمد محمد وده برنامج العياده. قررت اقوم بدوري في المجتمع واقدم لكم التثقيف الصحي السليم بشكل مبسط ومش ممل. تابعوني، النهارده يوم مش عادي، النهارده اليوم الفري طبعا، فهنتكلم عن حاجه نادره جدا اسمها كاتب بلاسكي او الجونده. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. وما اعرفش مين اللي سماها كده والله. المرض ده مصاب بيه 3% من سكان العالم، يعني تبقى قاعد في امان الله كده وسط اصحابك في شله وعمالين تهزروا وتضحكوا وواحد يرمي افيه الغرض منه الضحك الهستيري، فتلاقي نفسك وقعت منه مش قادر تتحكم في اطرافك الاربعه ومع ذلك مستمر في الضحك. او بقى وانت طالع السلم بيكو عادي تلاقي قطه سودا من اللي خطتنا كلنا دي تعملها معاك، فتلاقي بنفسك بتتدحرج زي البرميل على السلم لحد تحت وانت مش فاهم حاجه. ده مرض من الامراض المناعيه اللي شرحناه قبل كده في حلقه الذئبه الحمراء، الرابط بتاعها تحت في الوصف. المهم يا صديقي، المرض ده ليه اعراضه، ابرزها ضعف العضلات والهلاوس قبل وبعد النوم. الاخطر على الاطلاق ان يساعد اي شعور مفاجئ زي الخوف او الاثاره او الرهبه او الضحك او الحزن، بتتشل حركتك تماما بس بتفضل في كامل وعيك. الموضوع ده بياخد من 30 ثانيه لدقيقتين، كل ده بسبب نقص ماده اسمها اوركسين والهيبوكريتين في الدماغ. لحد وقتنا هذا المرض ده ملهوش علاج. في بنت عندها 17 سنه في بريطانيا اسمها بيلي هوتشسون، كل ما بتضحك او بتحزن جامد هوبا بتفقد السيطره على جسمها كله وتتشل. في ساعتها بتتشل لمده دقيقه او دقيقتين لكن بتفضل في كامل وعيها. الاضطراب ده بيأثر على حياتها انها بتخاف تتعامل مع اصدقائها وما بيبقوش على ذكيتهم كده ومش عارفين يضحكوا معاها، عشان هي كل ما بتضحك بتتشل. وهي نفسها قالت ان هي ممكن تيجي عليهم فجاه فتلاقيهم كلهم كانوا بيضحكوا وفجاه يسكتوا، ده بيخليها تموت بالضحك اصلا ويغمى عليها برضه. في النهايه انا عايز اقول لك نكته عشان تعرف بس عندك المرض ده ولا لا. نكته جامده جدا لانه كانت المهم. النكته بتقول محشش حلم ان في ناس ضربته في الحلم، تاني يوم راح مجمع قرايبه وناموا بدري. انت عايل ودمتم. ايه يا عم، ايه يا عم، عرفنا انك راجل. اسمها بيلي هوتشسون،